موجودة؟ إيه لكن تفضلوا. السلام عليكم حبيباتي. وعليكم السلام. يعطيكم العافيه. الله يعافيكي. شرفت وانستكم. تسلمي حبيبتي، الله يرضى عليكم. شرفوا تفضلوا عند استكمالي. يلا يلا معلش. حلوه يا بنت ماما. ايه مش عارف زعلتك ومبين عليها راتبه مهزومه. يا ترى جايه تعمل تفصيله؟ ابصص. الله اعلم. يا ميت اهلا وسهلا ومرحبا بالمهلي ست ماري. امره ما يامر عليك ظالم يا حا. محسوبتك ام حسان من الايماريه ومال الشام بتكون بنت اختي، بس هي بغلاوه بنتي اذا ما كانت اغلى. اهلا وسهلا فيكي وبالاموره مال الشام. هذا مسوقك ست ماري. ست ماري بصراحة أنا سألت عنك وعرفت من الخلايق إنك أشطر وأمهر خياطة بالشام، بس ما حكولي إنك بهالجمال. كتر خيرك، هذا من ذوقك. الحمد لله. بصراحة أنا جايبة مال الشام لعندك لحتى تعلمينا إياها كارل خياطة، وشو بدك نحن جاهزين. تكرم عينك وعين مال الشام يا أم حسان. الله يكرمك يا حا. يعني حضرتك موافقة؟ ولو بيحصل لي الشرف. خليلي ياكي، كتر خيرك. بس لازم تحطي ببالك يا مال الشام انه تتعلمي، لانه الخياطه بدها فطنه وانتباه. من هالناحيه ست ماري لا تاكلي هم، مال الشام متعلمه وذكيه وشاطره من يوم يومها. ان شاء الله بكون عم تحسن ظنك ست ماري. ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شرفتوا. زادك الله كل شرف. يرضى عليكم يا بنات، بدي اياكم تديروا بالكم على مال الشام وتحطوها بعيونكم من جوا. ها تامري امر سكر عيونك. الله يرضى عليكم يا مقدمات يا موجبات. اولاد ناس انتوا. على فكره مريم وصالحه من اشطر البنات عندي يا محسن. الله يحميهم لأهليهم ويرضى عليهم. يلا بالإذن حبيبات. شرفتي. الله معك، مع السلامة. تعي تقبريني. تفضلي ارتاحي. عدي بيناتنا وشوفينا شلون عم نشتغل. أهلا وسهلا. أهلا فيكم. لك يا أهلا وسهلا، شرفتي. الله يسلمك. صحيح أم حسان، ما قلتي لي أنتوا وين ساكنين؟ يا تقبريني بالإيمارية، تشكلي قاسي، ما قلت لك قبل شوي. معناتها أنتوا قراب علينا. إيه لحشة حجر. لو كنتوا ساكنين بمحل بعيد كنت وصيت العربجي يوصل مال الشام بطريقه. إن شاء الله بتقبري قلبي، والله ما بدنا نغلبك. لا ولو. شحوا بيتنا فشختي. يا أهلا وسهلا، شرفتي. الله يسلمك، يشرفنا. الله معك، مع السلامة. الله يسلمك حبيبتي. أنت ما حبيتي بتشرفي لبيتي حبيبتي. الله معك، مع السلامة. شوفي يا مام الشام، كل ما كنتي ذكية وفتحة كل ما سهل عليكي كارل الخياطة وفهمتي بسرعة. إن شاء الله. إيه حبيبتي، شو نضيفك؟ ولا شي، ما بدي شي، يسلموا إيديك. لا أيوه ما بصير، قولي شو جعبالك؟ شاي، قهوة، مليسة، بابونة؟ ما بدي شي، خلص يسلموا إيديك بعد شوي. طيب خلص مثل ما بدك. هلا أنتوا ساكنين بالإيمارية ولا الأصل من هونيك؟ لا نحن أصل ما من هونيك. أنتوا من وين؟ نحن من القنوات. تشرفنا. إذا بدك تسأليني يا مال الشام، أنا من باب البريد. وأنا من ساروجة. تشرفنا فيكم. تسلمي. تسلمي يا رب. عزيزة كتير ظريفة ودمها تخفى. مبين عليا. إن شاء الله رح تنبسطي كتير عند الست ماري. الست ماري كتير حبابة، ونحن حنساعدك حتى تتعلم الكار أول بأول. كتير حبيناكي. وأنا كمان قلبي كتير حبكن وشرح لكم من أول ما شفتكن. تسلمي. ها هي فريدة لحالها، قامت بالواجب وجابت لك ضيافة. لك ميت أهلين وسهلين ومرحبتين بالصبية الحلوة. سلمتي يا فريدة. يلا خلصي بسرعة، بدي اياك تنطي على السوق تجيبي شوية كلفة وزرار. ايه من عيوني. اشربي تقبليني، لا تستحي. صحة وهنا. دخيل هالوش. ايه والله، وأمه المسكينة رح تموت على فراق. يا على قامتي، طبعا بدها تموت على فراق ابنها. يا المسكينة جوزها كمان راح شهيد بعز شبابه. كمان؟ ايه علي علي ان شاء الله. الله يصبره. لك ليش في بيت خلي من شهيد او اسير من يوم ما فاتوا الفرنساوية على الشام يا صباح؟ ايه والله. مال الشام؟ شو بكي؟ شو في؟ لو عرفانين انك رح تبكي وتزعلي، ما كنا قلنا لك عن سبب غيابنا امبارح عن الشغل يا مال الشام.
ما في شيء، بس تذكرت شغله. شو تذكرتي؟ احكي. في شيء قلبك تقبريني؟ ابي الله يرحمه مات قبل ما اشوفه. الله يرحم ترابه. لو عرفانين انه رح نفتق جروحاتك ما كنا حكينا. اخ يا بنات، شو بشعل الحياة بلا اب وام؟ ليش امك ميتة كمان؟ عمي وستي الله يرحمها قالوا لي انه امي ماتت لما كان عمري سنتين. الله يرحمه. اللي خلف ماما تقبريني. يلي بيشوف مصيبة غيره تهون على مصيبته. اي والله معك حق. الله يفرج على ابوك ويطلع لنا اياه من السجن بالسلامه على قهوة سوا. امين. ليش ابوكم بالسجن؟ ايه دي على قلبي. لا تدعي على حالك. طمني يا رقيب فخري. شكرا سيدي. سيدي قابلت زعيم الجماعة وعرفت شو مطالبهم. شو مطالبهم؟ مطالبهم هي الإفراج عن كافة الأسرى وعلى رأسهم أبو طالب. كنت متوقع هذا الشيء. كان عندي إحساس دائما إنه كل الهجمات على معسكراتنا هي ردة فعل على اعتقال أبو طالب. وأنا بأيدك الرأي سيدي، لأنه من الواضح إنه أبو طالب له نفوذ كبير بين أهالي دمشق. إحساسك بمكانه. أبو طالب عنده شعبية كثير كبيرة بالشام. وهذا الشيء لازم نلعب عليه. كيف سيدي؟ إذا أفرجنا عن أبو طالب رح تهدى الأوضاع بالشام. كثير ممكن سيدي. ليش برأيك؟ سيدي لأنه من الواضح إنه الجماعات اللي عم يهاجمونا عم يتلقوا أوامرهم وتعليماتهم من أبو طالب بلا الصغيرة ولا الكبيرة. وممكن مثل ما عم تقول جنابك بالإفراج عنه ممكن تهدى الأمور. هذا غير إنه مطالبهم كانت كثير واضحة وصريحة سيدي، وهنن كثير محتاطين وحذرين. وبتصوري سيدي مستحيل يتراجعوا عن مطالبهم بخروج الأسرى وعلى رأسهم أبو طالب. وهذا رأيي كمان، ولهالسبب أنا عملت هي المحاولة. المهم كمل. وعطونا مهلة 3 أيام وبعدها ممكن يغيروا رأيهم أو يكتروا مطالبهم أو يهاجمونا من جديد. هذا رأيك يا نقيب فخري؟ هذا لمسته سيدي. رح شوف فخامة الحاكم العسكري واطرح عليه الموضوع. سيدي بس بالضرورة يتم التحليل خلال هدول الثلاث. أكيد. مشي على رجليك، امشي معنا نوصلك بطريقنا. بين الاماريه والقصاع فشختين. فشختين ولا ثلاثه؟ امشي والله بنتسلى سوا. ولا لانه حبيناك صرت بدك تدللي علينا؟ انا بدي ادلل عليكم؟ الله يسامحك، بالعكس انا حبيتكم من كل قلبي والله. القلوب عن بعضها حبيبتي، ونحن كمان من محبتنا فيكي ما قلنا سيره غيرك، حتى حكينا لامي عنك. ايه حكينا له عنك، ومن كثر ما حكينا تشوقت لتشوفه. عن جد؟ ايه عن جد. خلص شي يوم تاخدي اذن من خالتك الحسن وتجي تزورينا بالبيت. يا ريت بتشرف والله. يا ميت اهلا وسهلا. عمي من بعد اذنك بدنا نوصل معنا رفيقتنا على طريقنا على الاماريه. بكرام عينك. وبالفتره الاخيره يا مريم بلشت عيد حساباتي، وحسيت اني مخطئ بعدة امور، واهمها هي محاكمة ابو طالب الغير قانونية. كمل يا جناب الكولونيل. واول شيء بدي اعمله هو بدي اعيد محاكمة ابوكي من اول وجديد. عن جد عم تحكي؟ بس بدي مساعدتك. مساعدتي انا جاهزة يا حضرة الكولونيل، بس قلي كيف. بصراحة يا مريم أنا حاولت كل جهدي بس للأسف إني فشلت، واضطريت ألجأ لأساليب تانية لحتى أضغط على السلطات الفرنسية. كتر خيرك يا جناب الكولونيل، بس هلأ شو العمل؟ ما في قدامنا غير صوت أهل الشام. والله ما بفهم عليك. مريم لازم تتظاهروا، لازم صوتكم يوصل لكل أهالي الشام وكل السفارات الموجودة فيها. لازم يحسوا بالظلم اللي مر فيه أبو طالب وكل الأسرى. برأيك هالشي ممكن يجيب نتيجة؟ لازم يجيب نتيجة.
أنا كتير سعيدة يا جناب الكولونيل أنك غيرت موقفك من أبي، وصدقني حتى لو التظاهرات ما جابت نتيجة وحتى لو ما انعادت محاكمة أبي، أنا بكفيني أنه جنابك أخيراً قدرت تشوف الشام وأهلها على حقيقتهم. وأنا بحب أكد لك أني أنا ما رح ارتاح أبداً إلا لحتى أعيد محاكمة أبوكي محاكمة عادلة ومنصفة. تسمح لي أسألك سؤال؟ طبعاً تفضلي. بس بالمناسبة أهلك كيف سموكي مريم؟ ومثل ما منعرف يعني أنه مريم هي أم المسيحيين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا قرآن صح؟ هذا كلام الله عز وجل. معلش أرجع أسمعه مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. جميل، جميل كثير الكلام. نحن المسلمين يا جناب الكولونيل نحترم ومنقدس كل الأنبياء والرسل والأديان السماوية. كملي. لأنه بالأساس يا حضرة الكولونيل كل رسالات الأنبياء بتدعي للخير والتسامح بين البشر. لعلمك يا جناب الكولونيل نحن من يوم يومنا متعايشين بالشام كلياتنا مع بعض بود ووئام. الإسلام يا جناب الكولونيل بيقدس السيدة مريم والسيد المسيح عليه السلام مثل ما بيقدس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كملي. مين ما بيحترم السيدة مريم اللي حافظت على نفسها وصبرت رغم كل الأذى اللي عانت منه، مين ما بيحترم السيد المسيح اللي دعا للخير والسلام. مريم؟ هلأ كل أهل الشام بيفكروا بهي الطريقة اللي بتفكر فيها؟ أكيد يا حضرة الكولونيل، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. اسمحي لي أعبر لك عن أعجابي؟